أعزائي المشاهدين محبي الطقوس، بنرحب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم طقس ومعنا مع نيافة الحبر الجليل الآن بابنيامين مطران كرسي المنوفية وأستاذ اللاهوت الطقسي بالكليات الإكليريكية ومعهد الرعاية. رحب نيافتك سيدنا. أهلا بودسك يبون، أهلا وسهلا سيدنا. بفكر حضراتكم سيدنا بيكلمنا في سلسلة من الحلقات بعنوان حركات طقسية ومعناها، النهاردة بنعمة ربنا وبإرشاد الروح القدس هيكلمنا سيدنا في الحلقة الخامسة. يعني سيدنا كلمنا قبل كده في 4 حلقات جمال عن الحركات الطقسية وخصوصا في القداس إلهي، عشان نستكمل النهاردة التأملات والمعرفة في موضوع الحركات الطقسية. سيدنا نيافتك كنت في الحلقة اللي فاتت وصلنا لحد صلاة الصلح تقريبا. خميس العهد مش بنصلي صلاة الصلح، فإيه أيوه. السبب؟ لأن المصالحة تمت في يوم الجمعة العظيمة بالصليب. هي الكنيسة من خلال الطقس بتحاول تعيشنا المشاعر اللي عاشوها اللي كانوا قبل الصليب. يعني احنا محظوظين ان احنا جينا بعد الخلاص وبعد ما الكنيسة تكونت وانتشرت في العالم كله وأصبح فيه كهنوت منظم وطقس ينظم كل حاجة في الكنيسة، فاحنا محظوظين يعني. لكن الكنيسة بقى بتعيشنا ما قبل حدوث هذا يعني، لأن صلاة الصلح، الصلح تم في بالصليب يوم الجمعة العظيمة. فيوم خميس العهد ما نصليش صلاة الصلح. والسؤال بقى كمان، طب في سبت النور أو سبت يسموه فرح، سبت الفرح، ما نصليش صلاة الصلح ليه؟ لأن القيامة لسه ما تمتش. لأن أنا لو احتفلت بالصليب دون القيامة يبقى بقول إن المسيح الموت انتصر عليه، لكن الموت لم ينتصر. فعشان كده بنخلي كمان يوم السبت النور ما فيهوش صلاة الصلح، علشان خاطر نبتدي بقى صلاة الصلح في قداس القيامة. يبقى ربطنا الصليب بالقيامة، بمعنى أن المسيح له المجد يملك الحياة والغلب على الموت، فهو مات لكي يغلب الموت وليس يغلب من الموت. تاني سيدنا برضو من ناحية الطقسية، لو في صيامات لآباء كهنة أو شمامسة بتكون بعد انتهاء صلاة الصلح. لأن مهمة الكهنة والشمامسة نشر السلام والمحبة بين الناس، فعشان كده بيترسموا بعد صلاة الصلح. بينما درجة الأسقفية بيساموا أو يرسموا بعد قراءة الإبراكسيس، لأنهم بيكملوا أعمال الرسل بالضبط كده، لأنها رتبة رسولية. أيوة، درجة رسولية. تمام. والشماس بيصلي بعد صلاة الصلح يقول قدموا قدموا. فمن ناحية التأملية سيدنا برضو ما مش بس نقدم التقدمات، لكن أيضا المشاعر والأفكار والقلوب والحواس. طبعا. ويقول قدموا على هذا الرسم. هذا الرسم يعني ترتيب الكنيسة. ما هو اللي يخرج عن ترتيب الكنيسة يبقى مش منتمي للكنيسة. أي حد بيغلط في عقيدة أو طقس أو ما شابه ده خارج عن الإطار اللي الكنيسة سلمته لنا، فدي مهمة قوي. ولازم كل كاهن وكل شماس والأباء الأسقف اللي أنا أشرف إن أنا واحد منهم، لازم نحترم الطقس، ما أعملش حاجة خارج الطقس، لأن الطقس يعني نظام، حاجة منفردة يعني. لكن زي ما الكنيسة سلمتنا بنسلم. تمام، ونمارس وربنا يسلم. هذا الرسم يا سيدنا برضو نيافتك قلت هو هذا الرسم اللي هو الكنيسة حددته، يعني هذا النظام. هذا النظام اللي الكنيسة حددته. وأيضا هذا الرسم هو محبة المسيح اللي هو بالفداء. فإحنا لما بنيجي نقدم تقدمات كناحية روحية أو كتأمل روحي، أي تقدمة بنقدمها على هذا الرسم اللي هو محبة المسيح، فإحنا بنقدم أيضا
محبة للمسيح في الحاجات اللي احنا بنقدمها للكنيسة. بالظبط، بمعنى ان انا بخدم عشان بحب ربنا، بقدم ذبيحة علشان بحب الكنيسة يعيشوا اللي احنا بنعيشه في الكنيسة في نظامها. يعني مهم قوي ان احنا نقدم طقس الكنيسة للناس صح عشان يستمتعوا بيه يعني. والشعب بقى يصلي بشفاعة والدة الإله، لأن طبعا تم الصلح. أيوه. فأنا تشفع بالست العذراء طبعا. والشفاعة ربنا بيحب هذه الشفاعة، لذلك أقام 24 شفيع حوالين العرش الإلهي يشفعون في العالم كله. يعني ده رغبة من ربنا في أنه الشفعاء دول يطلبوا من أجل كل العالم، من أجل البشر، من أجل العالم كله بكل أنواعه، حتى غير المؤمنين. تخيل يعني يشفعوا فيهم لكي يؤمنوا، واللي بعيد عن ربنا يقرب، وهكذا يعني. اللي مش مقتنع ببعض حاجات في الكنيسة وهي صح يقتنع. ونفسي الناس تناقش وتسأل وتعرف علشان ما يقعدش كده بعيد عن الاستفادة يعني. يا سيدنا، في اللحن بتاع بشفاعات احنا بنتشفع بالست العذراء برضو من أجل غفران خطايانا. فالبعض بيتساءل بيقول ازاي مش غفران الخطايا دوت لله وحده، أو هي ديت الشفاعة الكفارية بتاعت السيد المسيح وحده؟ والشفاعة طبعا بتاعت الست العذراء والملائكة والقديسين هي شفاعة توسلية. ففي القطعة بتاعت بشفاعات والدة الإله احنا بنقول للست العذراء تتشفع لنا عن غفران خطايانا. هنا في خلط بين الشفاعة التوسلية والشفاعة الكفارية بتاعت السيد المسيح؟ لا طبعا، لا، هما بمعنى ان احنا نستفيد من الوسائل اللي الكنيسة عملتها علشان تغفر خطيتنا في التوبة والاعتراف والتناول. يعني دايما يصوروا الست العذراء في ظهورها ايديها مفتوحة لفوق كده لانها بتشفع. أيوة. مش كده بتبارك دايما. ايوه صح. تسأل عنها بدءا من الست العذراء بقى، وكل الطغمات السمائية والملائكة وكل القديسين والقديسات، الكل بيشفع من أجل أن نستفيد من كل ما قدمته الكنيسة لنا عشان غفران خطايانا. لأن الواعز اللي فينا هو ده اللي بيخلينا نتقدم. طب واحد ما عندوش واعز إنه يعترف، طب هياخد الغفران إزاي؟ واحد ما عندوش واعز إنه يقرأ الإنجيل، طب هيستفيد إزاي من كلمة ربنا سراج؟ مش كده؟ كلمة ربنا سراج لرجلي ونور لسبيلي. فالشفاعة هنا شفاعة توسلية من أجل الاستفادة من كل ما قدمته الكنيسة لغفران خطايانا. وفي العهد القديم موسى تشفع من أجل شعبه، والله غفر للشعب من أجل موسى طبعا. فإذا مقبول هذا يعني أن الله يغفر بالشفاعة، بس الله هو اللي بيغفر. لا، ما هو موسى طلب نيابة عن الشعب، فمقبولة، فشفع بالطلبة. واخد بال قدسك؟ فهي شفاعة توسلية بالطلب من الله صاحب المغفرة أو الذي من سلطانه المغفرة. وفي النهاية بنقول بنطلب من الله رحمة، رحمة سلام ذبيحة التسبيح. الرحمة والسلام، السلام هنا الصلح، يعني نصطلح مع الله فنكون في سلام. والسلام ثلاث مستويات: سلام الإنسان مع نفسه، لأن الخطية تمنع سلام الإنسان مع نفسه،
ما يبقاش في سلام مع نفسه، وسلام مع أخوه في البشرية، وسلام مع الله. بس هي تبدأ بقى من داخلي، بس لازم الواحد عشان يبقى في سلام شخصي بينه وبين نفسه لازم يبقى محقق الاثنين، بينه وبين البشر وبينه وبين ربنا. وبنقدم لله ذبيحة تسبيح، يعني في سفر العبرانيين أو رسالة العبرانيين، فلنقدم به في كل حين لله ذبيحة التسبيح أي ثمر شفاه معترفة باسمه. يعني التسبيح. هنا بالصلاة بقى شفاه مصلية تطلب مراحم الله. التسبيح هو ذبيحة. تمام طبعا، ذبيحة روحية. الأب الكاهن يبتدي يصلي ويقول الرب مع جميعكم. تمام. كمان قبل ديت أبونا في آخر القداس بيرش المية لفوق، وليا ملاك هذه الصعيدة الصاعد إلى العلو بهذه التسبحة. اذكرنا قدام الرب ليغفر لنا خطايانا. يعني الذبيحة من أجل الغفران، وإحنا خدنا الذبيحة، فعشان أستفيد بقى من الذبيحة اللي هتديني الغفران، فالملاك يطلب بقى يوصل لربنا التسابيح بتاعتنا علشان ننال هذا، يعني برضو الغفران الخطايا. بالظبط. والأب الكاهن يصلي في الأنافورة الرب مع جميعكم، ويرد يقولوا مع روحك أيضا ارفعوا قلوبكم. هنا مقصود إيه بيها ارفعوا قلوبكم يا سيدنا؟ رفع القلب معناه ان الانسان، ما هو القلب هو الفكر العميق في الانسان، ما يبقاش الفكر مشغول بالارض لكن مشغول بالسماء. يعني ساعات الواحد يصلي قداس والمرضى واللي في مشاكل يعني يبقى الفكر ايه في الارض. لا، مفروض اخد ده كله واقدمه قدام ربنا وقول يا رب انا ذكرته قدامك بقى، مش هفتكره، انت اللي تفتكره بقى، ويبتدي الفكر يبقى في السماء مش في الارض. يعني ان الفكر العميق هو يتضمن ايضا المشاعر والاراده. التعبير عن المشاعر والاراده بالفكر العميق. مش مجرد مشاعرنا، يعني ارفعوا قلوبكم، مش مجرد ارفعوا مشاعركم لربنا، لا باراده تشترك معها الإرادة. يعني إرادة الإنسان ترتفع أمام الله راغبة في الغفران. عشان يستفيد بقى من كل المنظومة بتاع القداس. في الجزئية سيدنا ديت في القداس الغرغوري الأب الكاهن يقول محبة الله الآب، نعمة الابن الوحيد، ربنا ولاهم خلص شركة وموكبة وعطية الروح القدس تكون مع جميعكم. عمل الثالوث يعني. طب هنا ليه محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد؟ باعتبار ان محبة الآب ارسل لنا الابن بنعمته اللي هو العطية المجانية، يعني قدم نفسه لأجلي ليفتدي نفسي من الخطية. محبة الله، وبننال ده كله بقى بشركة الروح القدس في الأسرار المقدسة. الشعب يرد يقول هي عند الرب. يعني الشعب بيأكد ان القلب مرتفع وجاهز للصلاة، فأبونا بيصلي نيابة عن الشعب. أبونا يقول فلنشكر الرب. هنا فلنشكر الرب ممكن تكون كمان يا سيدنا ان احنا هنعمل ذبيحة الشكر، يعني ديت الإفخارستية هي فلنشكر الرب. نقدم ذبيحة الشكر. يقول مستحق وعادل. هو التعبير عادل هنا يعني عدل الله يسمح بهذا يعني، لكن في التسبيح كلمة مستوجب، مستحق ومستوجب، يعني واجب علينا أن نعمل هكذا لأنه مستحق الشكر، وواجب علينا أن نشكره. مستحق ومستوجب ثلاث مرات. سيدنا يمكن أبونا برضو في نهاية كل قطعة من القطع ديت
كحركة طقسية بيسجد ويقبل المذبح. طبعا القطعة ديت طبعا كان متاخدة من سفر الرؤيا الإصحاح الخامس، ولما أخذ السفر خرط الأربعة الكائنات والأربعة والعشرون قصيصا أمام الخروف، ولهم كل واحد قيثارات وجمات من ذهب مملوءة بخورا هي صلوات القديسين. بخورا هي صلوات القديسين، بمعنى الصلاة اللي بيقدمها الشعب، عشان بنقول القدسات للقديسين. فبنأكد أن الذي يتقدس بالصلاة صلاته تحمل من خلال الشري فوق المذبح، ترتفع مع ذبيحة المسيح دم الصليب وجسد القيامة، وكمان مع كل شفاعة الملائكة والقديسين. والشماس يقول أي للجلوس يقول لهم قفوا أيها الجلوس قفوا. هنا بقى تنبيه علشان محدش يستهين بهذه الصلاة. طبعا لا يقصد المرضى والتعبانين واللي ما يقدروش يقفوا، ما يقصدش دول يعني، لكن يقصد الذي يستطيع أن يقف. أيها الجلوس قفوا. وكمان تشير إلى القيامة سيدنا، طول ما احنا قيام يعني الوقوف ده قيام، فوانا واقف كده تذكرني بالقيامة، ان انا واقف دي، والقيامة هي التوبة بالنسبة لي. يعني تقصد قدسك ان القائم اللي واقف ده زي الملائكة المتحفزين يقدموا الصلاة، منتبه فمتيقظ لحياة الروحية، فهو تائب متحفز يعني انه يقدم بقى التسابيح والصلوات يعني. جميل. والشماس برضو ينبه الشعب لهم وإلى الشرق انظروا. طب هم ناظرين فعلا للشرق يا سيدنا؟ لا، بمعنى ايه الشرق؟ بمعنى الجهة التي تستقبل الصلاة. يعني معناها ايه؟ معناها لما جم مجوس من المشرق وظهر نجم المسيح في ميلاده في الشرق. يعني هنا أصل الغرب إشارة للموت، والشرق إشارة للحياة، فإلى الشرق انظروا يعني اطلبوا الحياة وليس الموت. لأن في ناس تكره الموت لكن تحب الخطية، أما محبة الخطية هتخليك يعني هتخلي الإنسان يموت، ما يبقاش عايز الحياة. هي دعوة بقى أن احنا نتطلع إلى الله الذي سيأتي من المشارق، فنكون في استعداد لمجيء السيد المسيح. بالضبط. معنا سيدنا دكتور هاني. ألو. مساء الخير يا أبونا. مساء النور، أهلا بيك، تفضل بسؤالك. مساء الخير يا سيدنا، مع قدسك دكتور هاني كمال من المنيا. أهلا وسهلا. كل سنة ونيافتك طيبة يا سيدنا. حضرتك بخير، أهلا بيك. سؤال بكلمة واحدة، استخدام أبونا للفايف في المذبح، مرة نشوفه إيديه الاثنين من غير لفايف، مرة نشوفه إيديه الاثنين بلفايف، مرة ياخد اللفافة اللي تحت الجسد، مرة ياخد اللفافة اللي على الكيس، يا ترى أكيد الحاجات ديت ليها طقس ومعنى، ممكن نفهم الحكاية ماشية إزاي؟ حاضر حاضر يا دكتور. وفعلا جايه في جايه في وقتها فعلا. وشكرا لمتابعتك، الف سلام عليك سيدنا. الله يسلمك. تعيش. هي فعلا حركه اللفايف ديت بقى، لو نيافتك عايز تشرحها دلوقتي. هي الفكره ان احنا بنرشم الشعب باللفافه اللي على الخبز اللي هو يبقى جسد القيامه. في الرب مع جميعكم. بعدين نرشم الشعب باللفافة اللي على الكاس، ما في قدوس أو أجيوس يعني. أيوة، في أجيوس. بدليل أنه دي إشارة للكفن بتاع السيد المسيح اللي أصبح سبب بركة للعالم كله. فالرشم الشعب باللفافة اللي على الجسد واللفافة اللي على الدم. الله بيبارك أبونا، بيبارك الشعب مرة باللفافة اللي كانت موضوعة عند الجسد بتاع السيد المسيح، ومرة باللفافة الموضوعة عند الكاس. بالضبط. بمعنى أنه
اللفايف دي تشير إلى الكفن المقدس اللي خرج منه المسيح وهو مغلق، وخرج من القبر وهو مغلق. فبنأكد أن البركة مصدرها القيامة، لأنه قام ولم يمسك من الموت. وأنا أخذها بالتفصيل بعد شوية. شكرا لاتصالك دكتور هاني. ومعنا الأستاذ بشوي. سلام ونعم يا صابون قبل آدي. أهلا بيك حبيبي، تفضل بسؤالك. سلام ونعم يا سيدنا قبل آدي. أهلا بشوي، إزايك؟ تسعين. ألي ثلاث أسئلة بس. نعم، ثلاث أسئلة، تفضل. تفضل. أول سؤال، مفروض حد الشعانين عيد سيد كبير، ليه مكتوب في بعض الدلالات ان مزامير العشيه ومزمور عشيه ومزمور الانجيل الرابع من قداس حد الشعانين بيصلوا باللحن الثانوي مع انه عيد سيد كبير؟ ده اول سؤال. لا، مفروض ان المزمور يتصلى بالفريحي، مفروض ان المزمور يتصلى بالفريحي. تاني سؤال يا سيدي. غيره مزمور عظة الساعة الحادية عشر من يوم ثلاثة البصخة، أغلب الدلالات مكتوبة فيها أن عظة القديس يوحنا الذهبي فين بتتكلم عن سير التناول، وسمعت أنها تعدلت في 2007 من اللجنة التقصية أنها اتنقلت لخميس العهد. أيوة. ليه في دلالة دير مريمينا اللي هو المعتمد من اللجنة التقصية ليه ما تصلحش؟ ليه العظة دي ما تصلحتش؟ لا، مفروض انها المجمع المقدس قرر انها تبقى في خميس العهد، تقرأ في خميس العهد. طيب غير سؤال ثالث. ثالث سؤال قداس خميس العهد تقديم الحمل، في بعض الكتب المستحدثة قالت انها تقدم صامت تبقى للنبوة أشعياء، ولكن أغلب يعني الدلالات القديمة ما تقولش الكلام ده، ما تقولش ما بتفتش في الصمت أثناء تقديم الحمل، فإيه الألحان اللي تتقال؟ هو ما بيقولوش حاجة الحقيقة. يعني بيبقى فيه صمت كده، بس أنا من رأيي برضو أنه اللحن اللي بيقولوه باستمرار في تقديم قلي القربان اسمه، في لحن ممكن يقال، ليه ما يقالش؟ ما نقولش نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا، لأن الرحمة بالصليب يوم الجمعة، عشان نعيش الأجواء دي. ليه ما نقولش قلي القربان؟ ما قلي القربان ممكن يتقال، وأعتقد بعض كنائس بتقوله. طبعا أنا ما أقدرش أقرر دي لوحدي، لأن أنا يعني عضو، مجرد عضو، ما أقدرش أقول يعني. لكن ليه ما نقولوش؟ هذا ممكن اللجنة بتاعت الألحان تناقش هذا الأمر. ممكن مناقشة سريعة كده ونفيد الناس يعني. شكرا اتصالك. عموما يوم الأربعاء في اجتماع للجنة الطقوس. أي سيدي. الأباء الأحبار الأجلاء هنجتمع عشان نناقش لائحة الدياكون. فبرضو نعرض عليهم دي إن شاء الله. بركة سيدنا دايما. معنا أستاذ انتصار. ألو. ألو. اهلا بيك، اتفضلي بسؤالك، معاكي سيدنا. سلام يا سيدنا. سلام والنعمة. مهتمية لأسك يا سيدنا. تعيشي وانت طيبة. أسك اللي هسأل سؤال، ليه الأب الكاهن بياخد بخور يحط على الجسد وبياخد بخور يحط على الدم؟ ما هو ده التقديس، تقديس المادة. يعني البخور إشارة للصلاة. الصلاة. فبياخد عشان يبخر ايده تتقدس، والماده بتاع السر تتقدس. كويس. والناس متابعين وبيسبقونا كمان يا سيدنا. لا ده كويس، لسه جايه. حاجه جميله. كويس المتابعه حلو. نيافتك كنت بتكلمنا في المرض بتاع الشماس، الى الشرق انظروا. في متى 24 جيل معلمنا، متى اصحاح 24 عدد 27، لانه كما ان البرق يخرج من المشارق ويظهر إلى المغارب، هكذا يكون أيضا مجيء ابن الإنسان. إذن إلى الشرق انظره هي عقيدة انتظار سيد المسيح. معناها انظر إلى الحياة، تطلع إلى الحياة لكي تنالها. وما أعتقدش حد يحب الموت يعني. طبعاً. بس طبعاً. للأسف يحب الخطية اللي بتوصل للموت. هي دي المشكلة يعني.
يتطلع أيضا إلى البيت اللي ربنا عده له في بيت أبي منازل كثيرة طبعا، وإلا فإني كنت قد قلت لكم أني أمضي لأعد لكم مكانا في حنة 14. أي ولذلك برضو الجنة قديما كانت في الشرق طبعا في منطقة العراق فكأننا بننظر إلى الوطن المفقود الوطن بتاعنا الوطن السماوي أو الجنة مكان البداية يعني مكان البداية لما كنا مع الله يعني تمام بعد كده سيدنا الشعب بيشترك مع الملائكة في التسبيحة بتاعة الملائكة ويقول قدوس 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 الكنيسة كلها تصلي قدوس 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 طبعا رب السبعوت بمعنى إن احنا نتقدس ونكون قديسين حين نطلب الله القدوس عشان كده في آية بتقول كونوا قديسين نظير القدوس الذي دعاكم كونوا أنتم أيضا قديسين كونوا أنتم أيضا قديسين في كل سيرة في كل سيرة كل موقف يعني وفي القداس الغرغوري سيدنا بنقول في الحتة ديت اقبل أصواتنا مع غير المرئيين احسبنا مع القوات السمائية أيوة اللي هم استحقوا ونجوا من السقطة بتاع الشيطان كبرياء فنالوا بقى الإمكانية دي هاي يافتا كلمتنا عن اللفايف وتغيير اللفايف في على المذبح وليها معنى جميل جدا التبديل بقى إشارة لرفرفة الأجنحة بتاع الملائكة هم بيسجدوا الواحد يتخيل كده طبعا حوالين المذبح في ملائكة أكيد بلا شك يعني وإحنا بنقول قدوس بقى يسجد هؤلاء الملائكة فبنعبر عن رفرفة الأجنحة بتبديل اللفائف كما شرحها أباء الكنيسة يعني. دي موجودة سيدنا في سفر إشعياء الإصحاح السادس أيوة بالظبط السرافيم واقفون فوقك لكل واحد ستة أجنحة بإثنين يغطي وجهه وبإثنين يغطي رجليه وبإثنين يطير وهذا نادى ذاك وقال قدوس قدوس رب الجنود مجده ملء كل الأرض يعني في الوقت اللي الشعب بيصلي التسبيحة ديت قدوس 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 تبقى الحركة بتاعت اللفايف اللي هي بتشير إلى لرفرفة أجنحة الملائكة جميلة الحقيقة رائعة الطقس يعني فعلا بيوضح بيعبر تعبير عميق جدا طبعا عن معاني طبعا كلها جميلة بس ناخد بالنا منها سيدنا اللفافة اللي هي بتكون مثلثة تشير إلى الختم الختم دوت أبونا بيمسكها في مسارات بمسارتك يا الله أبونا بيمسك اللفافة ديت أيوة بمعنى أن الحاجز المتوسط قد نقض في نهاية صلاة الصلح يمسكها عشان يبين إن خلاص انتهى هذا الحاجز أو الحائل اللي هو كان الحجاب الحاجز يعني بدليل إن احنا بندخل قدس الأقداس فده رفع ختم عدم المحبة يعني أيوة أصل اللفافة المثلثة تشير دائما إلى الأشياء التي لا يستطيع الإنسان أن يفعلها يعني هدم الحاجز المتوسط بين الله والإنسان ده عمل ربنا ما بيقدرش إنسان يعمله وهكذا يعني كمان لما بنحطها فوق الإبروز فارين بتشير للختم بتاع الملك اللي يمنع أي حد إنه يقرب من الحجر اللي على القبر لأنه ده ختم الملك فدايما اللفافة المثلثة تشير إلى كل ما هو فوق مستوى سلطان الإنسان عشان كده بنحط اللفايف الثلاثة الأولانيين بشكل المثلثات كده تلاقي المثلثات كده في المذبح تحت اللفايف بمعنى أنه القداس ده مش في مقدور إنسان أنه يعمل النتائج اللي بتحصل فيه
يعني بمعنى ان في جزء مازال مخفى. عمل الروح القدس بقى. مش كل الامور ظاهره قدامنا بالظبط، او مش كل الامور مدركه وواضحه يعني. في اسرار كتير قوي. جميل يا سيدنا، نستأذن يافتك نخرج فاصل نرجع مره ثانيه بسرعه كده. كالعاده كالعاده. فاصل قصير ونعود مره اخرى مع نيافه الحبر الجليل الانبا بنيامين. أبانا الذي في السماوات تمجدك كل الطغمات، نصرخ إليك في الضيقات. يا أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك يا معين، وليتبارك في كل حين. ارحم عبيدك الخاطئين. يا أبانا الذي في السماوات ليأتي ملكوتك يا ربي، وروحك القدوس يملك قلبي. هذا رجائي وطلبي. يا أبانا الذي في السماوات لتكن مشيئتك في كل حين، نفذ ونحن لها خاضعين. اجعلنا لأوامرك طائعين. يا أبانا الذي في السماوات كما في السماء كذلك على الأرض، أنت السيد المالك. نجي عبيدك من المهالك. يا أبانا الذي في السماوات مرة أخرى أعزائي المشاهدين مع نيافة الحبر الجليل الأنبا بنيامين، برنامجكم طقس ومعنا. سيدنا بيكلمنا عن حركات طقسية ومعناها النهاردة هي الحلقة الخامسة. سيدنا بيكلمنا عن اللفافة المثلثة اللي الأب الكاهن بيمسكها لما بيقول بمسرتك يا الله. سيدنا نيافتة قلت لنا أن اللفافة ديت ممكن تشير إلى أن سر من مش كل الأمور واضحة قدامنا. فكلام نيافتة جميل جدا سيدنا، فكرنا أن احنا بعديها فعلا بنشيل البروسفارين. فرفع الأبروسفارين دوت معناها دحرجة الحجر. إن هو السيد المسيح بقى ظهر بالقيامة بتاعته. لا، هو ما شالوش الحجر علشان يخرج المسيح. لا، ده خرج والحجر موجود يعني. لا، دي معناها عشان يعلنوا القيامة وإن القبر فارغ. طيب برضه يا سيدنا، يعني اللفافة المثلثة ديت البعض تأمل فيها ان هي ممكن تكون، لان هي الختم بتاع القبر، فهي ممكن تكون يعني ختم القبر بتاع قلوبنا لما تكون فيها خطية. ده تأمل بقى جميل. كتأمل تأمل حلو، لان برضو عدم المحبة هي موت. في رسالة معلمنا يوحنا الاولى يقول نحن نعلم اننا انتقلنا من الموت الى الحياة لاننا نحب الاخوة. من لا يحب اخاه يبقى في الموت. طبعا عدم المحبة هي موت. موت. مدام المحبة هي الله،
والله هو مصدر الحياة بعكس المحبة الموت. طبعا لأن محبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا. رومية 5. طيب سيدنا برضو خطايانا يعني أو اللفافة دية المثلثة أبونا بيحطها بعد كده على إيده الشمال. فبتبقى منسية دايما الإيد الشمال ديت يعني النسيان، لكن خطيتنا عند الله أصبحت منسية. تأمل جميل. ومش ده الهدف طبعا. وفي سفر ميخا آية جميلة تقول من هو إله مثلك غافر الإثم صافح عن الذنب لبقية ميراثه لا يحفظ إلى الأبد غضبه فإنه يسر بالرأفة يعود يرحمنا يدوس أثمنا ويطرح في أعماق البحر جميع خطاياه. أيوة لأي محبة ربنا يعني واضحة جدا. تخيل لما يقول تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. يعني هو مش عايز يتعبنا، هو عايز يريحنا. يعني اللي بيتعب الإنسان هو الإنسان نفسه أو حد من البشر، لكن ربنا عمره ما تعب حد. الله أعلن محبته. طبعا أعلن محبته لينا. فدي مشكلة كبيرة الحقيقة، إن الناس بتبعد عن ربنا رغم إن هو منظر الراحة الوحيد، فيش غيره. إن كانت اللفافة المثلثة ديت يعني تشير إلى أسرار أو في جزء مخفى. تشير إلى ما هو فوق قدرة الإنسان. عمل الله الفائق اللي ما يقدرش الإنسان يعمله. عشان كده بعديها بيبقى القيامة بقى اللي هي البروسفرين لما تشال. وده عمل الله الفائق. بالظبط. والتجسد أيضا بنلاقي الخبزة موجودة اللي هي إشارة إلى التجسد. أيوه تمام. انكشفت الأسرار، كأن الأسرار انكشفت يعني. معناها إن في العهد الجديد صارت كل الأشياء واضحة. طبعا في العهد القديم كان في حاجات كتير مش واضحة، لكن في العهد الجديد بقى أعلنت مراحم الله من خلال الصليب. ويحط بقى الأب الكاهن اللفايف على أيديه. إشارة بقى إن هو كده أصبح زي الملائكة بقى يعني. أيوة بالظبط، بقى في السماء. مش علشان يستر الإيد، لا، ده هي إشارة إلى الاستحقاق للعبادة. معناها كده يعني. إضافة جت للإنسان إمكانية يعني. وهنا بيتشبه بالملائكة، كانت الرفرفة بتاعت اللفايف ديت تشير إلى الملائكة. فكأننا بنتشبه بالسمائيين، إحنا بقينا في السماء. وكمان الكاهن ملاك المذبح. أيوة. والأسقف ملاك الكنيسة. يعني إحنا بناخد صفات الملائكة. يعني أو مسمى الملائكة يعني، باعتبار إنه الملاك نقي، مفروض اللي في الكهنوت يبقى نقي. الملاك مصلي ومسبح، وكلنا في الكهنوت بنصلي ونسبح. وهكذا يعني بنتشبه بالملائكة في أشياء كثيرة جدا يعني. بعدها سيدنا بقى القطعة بتاعت قدوس أو أجيوس. وديت بقى في يعني الأب الكاهن بيتأمل في حاجتين، بيتأمل في قداسة الله وخطايانا احنا. أيوة. وإزاي الإنسان سقط، ولذلك تجسد ابن الله الكلمة ومات وقام لكي يقيمنا من طريق الموت ويغلق أمامنا أبواب الموت ويبقى الحياة معلنة، ذبيحة الحياة. في نهايتها بنقول كرحمتك يا رب وليس كخطيان. يعني نتعامل كرحمة الله وليس استحقاقنا اللي احنا نستحقه يعني. معنا سيدنا مداخلة أستاذ مخيل. ألو. همطانيا نقبل هذه نيفتك سيدنا. أهلا أهلا وسهلا. كل سنة نيف طيبة سيدنا. طيبة حبيبي. قبل هذه قدس أبونا. أهلا بيك حبيبي. أهلا كل سنة قدس طيبة أبونا تعيش. تعيش حبيبي. طبعا. آسف جدا للإزعاج. نيفتك سؤالي بخصوص الجناز العام في أحد الشعانين. أيوة. هل يصلى بالتقصي السنوي نيفتك ولا بالحزيني
لاختلاف بعض الكنائس. دي أول حاجة في البسخة، يعني إحنا بنصلي التالتة والسادسة قبل قداس أحد الشعانين، بنعتبر صلاة التجنيز دي صلاة الساعة التاسعة من يوم أحد الشعانين، فده جزء من البسخة. تصلى طبعا وتصلى بالطريقة الأدريبي، مفيش حاجة اسمها حزيني، الطريقة الأدريبي. أتمنى أن يفتك يبقى التوحيد على مستوى، يا ريت حد يعلي الصوت شوية لأن الصوت مش واضح. أتمنى أن يفتك التوحيد على مستوى الكنائس، يبقى بهذا ما بقاش في كنيسة. احنا بنعلم، ملناش سلطان، ملناش دعوة، احنا بنقول الصح ايه، وكل انسان بقى بينفذ مفروض يعني. لان احنا برنامج تعليمي كنسي معتمد. شكرا لاتصالك استاذ مخيل. معنا استاذ كورولوس. الو، معنا ولا ولا هو ولا ايوه. ايه معانا جماعه على الهواء ولا لا؟ يبدو انه قفل. نشوف حاجه ثانيه. طيب، فسيدنا الاب كان بيصلي صلاه اجيوس في بدايه، يعني في الجزء بتاع تجسد وتأنس، بيبخر ايديه زي ما نيافتك اشرت. ايوه، تقديس اليد. بالبخور. طب ايه يعني ايه علاقه البخور بالتقديس؟ ما هو احنا بنتقدس بالصلاه، وهو البخور اشاره للصلاه، فالصلاه تقدس الانسان، كل شيء يتقدس بالكلمه، بيقدس ايده في البخور، وياخد من البخور لماده السر ايضا. والفحمه المتقده ديت في بطن الشريه رمز الاتحاد اللاهوت بالناسوت. ايوه، اشاره الى عمل المسيح في تقديسنا، يعني هو المصدر، مصدر القداسه. وتكونون قديسين لاني انا قدوس، ربنا بيقول كده. معانا مداخله استاذ صبحي. قبل الايد يا ابونا. اهلا بيك حبيبي، اتفضل بسؤال. قبل الايد يا سيدنا. اهلا بيك حبيبي. سؤال يا سيدنا، القديسه رفقه وامنا اسحاق فرقوا بين الاخوات وخدعه ومكر، ايه اللي استفيدوا من القصه دي؟ هي ضعفات البشر، يعني الضعفات موجودة حتى في الناس اللي عاشوا مع ربنا، يعني محدش من غير ضعف يعني. طبعا دي فيها تأملات كتيرة وإشارة. بس ده يعني اللي ممكن أن يقال في العجلة دي يعني. فبعد كده سيدنا صلوات التقديس بقى. أيوة. تحول للخبز ووضع لنا هذا السر. يتحول الخبز إلى جسد المسيح. وعصير الكرم إلى دم المسيح. بيسبقها بقى الصلوات اللي بتقدس. وبعدين لحظة حلول الروح القدس بقى يقول وهذا الخبز، ويرشم ثلاث مرات. يجعله جسدا مقدسا له. وبرضو الكأس، وهذه الكأس أيضا دما كريما لعهده الجديد الذي له. شمامسة يضيء الشموع في الوقت ده. ايوه. طبعا وقت التقديس يبقى شمعة من ادم. مناسبة الشمعة دلوقتي بقى في شمعة بالكهرباء كده. مش شمعة بتحكي عن البذل والتضحية يعني. فالمعنى نرجو ان نعود الى اصلنا. الحاجات الحديثة دي يعني منعت التأمل الواضح يعني. معرفش ما يعني تقليع تقليع كهرباء الطقس. ونظر إلى فوق يا سيدنا. نظر إلى فوق في وقت التقدم إلى الصلب، وقت التجربة يعني. لأن السيد المسيح قدوس بلا شر، كيف يحمل خطايا العالم كله؟ كيف توضع الخطية على قدوس القديسين؟ كانت صعبة جدا يعني، صعبة قوي.
عشان كده تقبلها من أجل حبه للآب ولنا. أيوة. النظر لفوق برضو مشيئة الآب. طبعا تذكر الآب. طبعا مشيئة الابن والآب مشيئة متحدة. طبعا والابن أطاع الآب طبعا، يعني هو الفادي والفدية أيضا، لكن هو اللي قدم الخلاص لكي يكون واسطة بيننا وبين الآب السماوي. فالآب هو قابل الذبيحة، والابن هو الذبيحة، والروح القدس خادم التحول بين الخبز والخمر إلى جسد القيامة ودم الصليب، اشتراك الثالوث في الخلاص. بالضبط كده. بعد التقديس سيدنا بنكون بقى في طلبات أو أواشي. الأواشي كلمة أوشية يعني طلبة، كلمة إبطية قديمة يعني. إفشي أو أوشية يعني طلبة، نطلب من أجل سلام الكنيسة، من أجل الآباء البابا البطريرك وإن كان مطران أو أسقف بيصلي، أو الأبروشية يعني، أو تابع لأبروشية مطران أو أسقف، وللكهنة أيضا أوشية للكهنوت، الكهنة والشمامسة. وأذكر يا رب أن ترحمنا كلنا معا، يقولها أعلى رتبة بعد الأواشي الثلاثة دول. بعد كده أوشية الموضع وأوشية الطبيعة. بعد كده أوشية القرابين بيصليها الخديم، الخديم أو الأب الأسقف أو إذا كان حد من درجة أعلى يعني. بعد كده المجمع، مجمع القديسين اللي احنا هننضم له بعد النياح يعني، لأن وطبعا الكنيسة ركزت على الآباء المعلمين اللي سلموا الإيمان، زي ماري مرقص وخليفة ماري مرقص بقى بالترتيب يعني. سيدنا بس في نرجع تاني للتقديس، بيبقى في حركة تقصية اللي هي بتاعت تقسيم بدون فصل والتلت والتلتين. أيوه على شكل صليب يعني. ده عشان يعمل شكل الصليب، على أساس أنه دي ذبيحة الصليب يعني. وحتى وإحنا بنقسم بنحط الجسد على شكل الصليب. أيوه أيوه في الاسم. وفي الوقت نفسه الإسبادقون في النص سوري الصليب في النص كبير، واثناشر صليب حواليه رميز، وبعدين يعني بقية الأربانة. ممكن يبقى المسيح والاثناشر تلميذ يمثل الكنيسة يعني، لكن ده جسد المسيح الخاص طبعا، ده دي تأمل يعني. في الرشومات على الكاس يا سيدنا هو برضو في حركة أب الكاهن بيعملها بإصبعه. بايريتي اون. وهذا الكأس أيضا دما كريما، وهذه الكأس الموضوع دلوقتي دي كلوكوايز يعني مع الساعة، أنتي كلوكوايز اللي كانت في إيد المسيح وهذه الكأس أيضا مذاجها من خمر وماء. يعني بذكر الكأس اللي قدامي اللي هي كانت في إيد المسيح، عشان كده بنعملها أنتي كلوكوايز يعني عكس عقارب الساعة. وبيقول الأب الكاهن مذاقة. طيب في حين ان مش مذكورة يعني ان سيد المسيح مش مذكورة في الأناجيل او مش مذكورة بشكل ده تقليد بقى. مباشر ده تقليد. مش حاجة يعني قالها الإنجيل. وذاقة ده كان تقليد رئيس القعدة، لازم يذوق أولا. فاحنا بنعمل يعني اتجاه الصليب الصابع على الكاس مع وأنت يعني الكاس اللي قدامي ده
اللي كان في ايد المسيح اللي فوق الزمن يعني. وسيدنا يعني سيد المسيح مكتوب ان هو هيذوقه جديدا. اه فدي معناه ان هو هيذوقه جديدا. طب يبقى اكيد ذاقه. اه هيذوقه جديدا طبعا. هي ضمنيه مش كده سيدنا؟ بالظبط. لا هو ده تقليد يعني معروف. اه وبنقوله علشان ناكد الامر ده يعني. طب في حركه طقسيه بيعملها برضو الاب الكاهن او الاب الاسقف، هو بيحرك الكاس في الاتجاهات الاربعه. اه وغرب و... اه ايوه شرق شرق غرب بحر ابلي. ما ده رشم علامه الصليب، اي ان هذه الكاس للعالم كله، دم المسيح للعالم كله، مسفوك من اجل ذبيحه واحده للعالم كله. ولان كل مره تبقى تأكلون من هذا الخبز تشربون من هذه الكأس تبشرون بموتي وتعترفون بقيامتي وتذكرونني إلى أن أجيء. أخوتنا البروتستانت بيقولوا المسيح عمل الإفخارستية مرة واحدة. ثم زي يقول للتلاميذ كل مرة تأكلون من هذا الخبز لو هي مرة واحدة ويقولوا ما تكررتش تاني. يعني مريم مرقس لما جه مصر ما عملش الإفخارستيا؟ ده سر من أسرار الكنيسة، ده اتقبض عليه وهو بيعمل سر الإفخارستيا. اه طبعا في تاريخ كنيسة. فإذا القداس هو نحن بنبشر بموت المسيح. ايوه وأيضا بنعترف بقيمته. ايوه بالظبط. ولازم لما نذكر الموت ما يبقاش بعيدا عن القيامة، لأنه لو ذكرنا الموت بعيدا عن القيامة يبقى ما قامش، لكن هو مات لكي يقوم وينتصر على الموت. يفتك الآية اللي أشرت إليها من لحظات سيدنا في كورنثوس الأولى 11-26، فإنكم كلما أكلتم هذا الخبز أيوة وشربتم هذه الكأس تخبرون بموت الرب إلى أن يجيء. أيوة وعلمنا بولس الرسول. تمام. ما هو تذكرون قيامته يعني. نفس الحكاية. وتذكرونني إلى أن أجيء. تذكرونني كقائم من الموت يعني. وفي طبعا صلوات سرية بيصليها الأب الكاهن الخديم تمام أو الأب الأسقف عشان يحل الروح القدس على القرابين، وأيضا يعني يقدس القرابين ويقدس الشعب ويقدس أبونا مش كده؟ تمام. يقدس الكل. أي. يعني إحنا علشان نتناول القدسات لابد أن نتقدس. أي. عشان كده بنسمي اللي إحنا بنعمله ده كله قداس. أي. قداس اسم فاعل يعني فعله التقديس، تقديس للقرابين، يقدس كل الموجودين، لأن الرب قد أعد ذبيحة قدس مدعويه. ربنا قدسنا يعني قدس مدعويه. دعانا الى القداسه. ونقول القدسيات للقديسين الذين تقدسوا في القداس. تمام. استفادوا من القداس فتقدسوا فنالوا القدسات. فكيف لمن لم يتقدسوا ان هم يدخلوا يتناولوا؟ يعني فيش واحد يجي من بره على التناول. غلط. طب ما مش هيجي من بره سيدنا، هو هيجي يعني ايه؟ يعني هيجي في المجمع يعني برضو ما هو قرب من التناول. في قراءة يعني ما استفادش من القداس يعني. ده اللي يجي بعد تحليل الخدام ما يلبس. مرة كنا في قداس مع البابا شنودة ربنا يناح نفسه وينفعنا بصلواته، وجه أب أسقف كبير متأخر يعني ما كانش عارف الميعاد فجه متأخر، فوقف البابا شنودة وقال طبعا سيدنا شرف مش هنقدر نقول له ما تلبس، فقال انا هصلي له تحليل الخدام وبس بستأذنكم الاول كلكم كأسقفة يعني ونصلي له التحليل ويلبس ويصلي معنا. كانت جميلة جدا يعني، مشاعر لطيفة مع احترام طقس الكنيسة.
وفي توصية أذن يا سيدنا للمجمع المقدس إن لو حد جه متأخر لظروف يتقرا له ال يعني يبقى اكسبشن يعني تحليل الخدام استثناء يعني اكسبشن ظروف يعني طبعا زي ما نيافتك بتقول ايوه بعد التحول ما فيش اي رسومات يعني بعد ما الخبزه صارت جسد وعصير الكرم صار دم المسيح ما فيش اي رسومات بالظبط يعني المسيح حالل موجود عشان كده في الاخر لما بيقول وهدنا الى ملكوتك وإيريني باسي بيلتفت الخديم ويسيب المسيح هو اللي يرشم الشعب ويعمل كده يتقبل هو كمان الرشم يعني وأبونا في الجزئية الأخيرة بيقول ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح يعطى لغفران الخطايا وحياة أبدية لمن يتناول منه أيوة تمام وبنقولها وإحنا بنناول جسد ربنا يسوع المسيح يعطى لمغفرة الخطايا حياة أبدية لمن يتناول منه جميل سيدنا يعني حركات الطقسية جدا رائعة طبعا طبعا والحقيقة أنا بس عايز ألفت نظر شعبنا المحب يعني أنه ياخد باله أنه يستفيد من القداس حضور القداس كعادة يعني ما بتفيدش كتير يعني ما تخليش الإنسان يستفيد الفائدة المرجوة يعني فلازم نحرص على الفائدة ونبقى حاضرين حضورا واعيا مش واقف نايم على روحي واشترك في المرضات حتى لو مش لابس شماس ولا حاجة والمرأة والكل كل الشعب يشترك عشان يتقدس ويستحق القدسات قدسات للقديسين فنيجي تائبين معترفين وكمان حاضرين بوعي ونشارك في الألحان مش مجرد حضور أنا عندي ما بحطش مايك قدام أي شماس بره ولا معلم ولا كده كل الشمامسة بيقولوا مع بعض وكل الشعب بيقول معه هم قادة بس هم بيقودوا الشعب بالظبط مش بيلغوا دور الشعب تمام ولذلك احنا برضو لازم نشجع الناس انها تحفظ وتقول والتكرار يعلم الشطار طبعا بعد كده اسمها بقى التوزيع سيدنا توزيع الاسرار مش كده اسمها التوزيع توزيع الاسرار يجب ان نعطيه لمن يستحق يعني لو الكاهن شايف حد واضح عليه الاستهتار وكده يعني لأي سبب من الأسباب يعني لازم يقول له بقى يعني أنا لو ناولتك هتبقى دينونة ليك خليها نقعد مع بعض وتيجي للقداس الجاي أناولك أو لو يعني المسألة ماشية يقول له يعني لازم خليك للآخر تناول ووقف كده قدم توبة حلوة يعني أحسسه أن أنا خايف عليه لأن من يتناول جسد الرب ويشرب دمه بدون استحقاق يكون مجرما في جسد الرب ودمه آية مرعبة طبعا آية مرعبة جدا جدا ولازم الإنسان يبقى واخد باله لأنه يعني محدش معصوم وكمان محدش يقدر يتجاوز وصية ربنا وإلا مش هياخد البركة بس بداية الاستحقاق وأهم شيء في الاستحقاق هو الإيمان مش كده سيدنا أيوة الإيمان والتوبة والاعتراف والتقديس بقى إن الإنسان يكون استفاد من القداس وتقدس بالمرضات وبالصلوات وكده شكرا سيدنا يعني حلقات جميلة وسلسلة رائعة شكرا لوسك على الأسئلة الجميلة والحلقات الخمسة دول يعني إن شاء الله ميسات تنشرهم على أوسع نطاق إن شاء الله أمين أمين نشكرك مرة تانية سيدنا ونشكر أبونا شنودة نشكر أسرة البرنامج ونشكركم أعزائي المشاهدين إلى أن نلقاكم كونوا معافين في الرب